أهلا بكم من جديد. نقرأ في العالم وما يدور فيه مع رائد حامد الخضر وهو كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا رائد دائما. ويعني جملة من البيانات المهمة تصطف على الخط، لكن يبدو أن الاحتياط الفيدرالي هو الأبرز الأربعاء فيما يتعلق برفع الفائدة، والتوقعات تشير إلى 75 نقطة أساس. لكن يعني دعنا نذهب للبيانات الاقتصادية الأخرى والتي جاءت متراجعة إلى حد كبير في بعض البيانات المهمة. إلى أي مدى ستؤثر في قرار الفيدرالي؟ تماما، نحن في عندنا قرار منتظر مهم جدا خلال تعاملات هذا الأسبوع، وهو قرار الفيدرال الأمريكي يوم الأربعاء، توقعات من 75 نقطة أساس. طبعا التردد الذي قد يكتنف قرار الفيدرال الأمريكي بعملية الاستمرار في وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل كبير وبرفعات كبيرة، هو أنه بدأنا نرى بعض البيانات الاقتصادية. أولا رأينا مبيعات المنازل على المستويين الشهري والسنوي كلاهما يتراجع بشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الأمر في مجموعة من البيانات المهمة اللي صدرت عن البيانات التصنيعية ومبيعات التجزئة، بدأت تظهر بعض الضعف في الاقتصاد الأمريكي. طبعا هو الضعف بالنمو، يعني لا تزال النمو موجود ولكن الوتيرة بدأت تقل تدريجيا، وبلا شك هذا مرده أنه في عندي أنا تشديد في السياسة النقدية. علامة أخرى شهدناها وهي ارتفاع عوائد السندات لعامين بالمقارنة مع عوائد السندات لـ30 عام، هذا عم يعطيني المنحنى العكسي لا يزال موجود لعوائد السندات الأمريكية. أيضا نستشف أنه الفترة الحالية هي فترة جيدة، الفترة القادمة ممكن أن تكون فترة سيئة إذا ما استمرت السياسة النقدية على نفس المنوال. ومن هنا تبدأ التكهنات أن الفيدرال الأمريكي سيعلن في وقت ما قريب من أنه سوف تنتهي عملية أو دائرة تشديد السياسة النقدية بنفس الوتيرة وبنفس الكميات، وأعتقد ذلك رهن بأنه تبدأ بيانات التضخم بالتحسن تدريجيا دون مستويات 6%. ممكن أنه نبدأ نسمع حديث أكثر جدية من الفيدرالي نحو إبطاء و50 نقطة أساس بدل 75، وطبعا حديث عن مستويات فائدة أقل نسبيا إذا ما بدأنا نرى أنه معدلات النمو تتراجع. حتى الآن القراءة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي أظهرت نمو ب 2.6%، وهو يعتبر إيجابي نوعا ما بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. لا يزال النمو موجودا ولكن القلق من الانكماش في الفترة القادمة. نعم، بما أنه اليوم إحنا عم نشهد إغلاقات شهرية مع نهاية شهر أكتوبر، لكن يبدو أنه هناك مكاسب شهرية راح يحققها الداو جونز وأفضل أداء شهري لهذا المؤشر في 50 عام، على الرغم من تشديد السياسة النقدية التي يعني الأسواق بشكل عام بتفسرها على أنها راح تكون سلبية وسط مخاوف من رفع الفائدة. برأيك كيف سيكون مسار المؤشرات في الفترة المقبلة؟ يعني عندنا سالي مجموعة من الإعلانات الأرباح الجيدة التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأسهم، آخرها كان أسهم أبل، ذلك ساهم بشكل كبير أن يكون في عندي زخم قوي جدا في مؤشرات الأسهم. إذا بدي أطلع على داو جونز مثل أبل كان وزنها التقديري 2.6%، إذا بدنا نطلع على الناسداك نجد الوزن أعلى نسبيا بأكثر من 14%. أعتقد يعني العملية هي عملية الوزن النسبي للشركات التي تصدر بيانات إيجابية دفعت بشكل كبير مؤشرات الأسهم للارتفاع، ورأينا الناسداك قرابت تقريبا 33 ألف نقطة مرة أخرى. ولكن الزخم هذا مثل ما ذكرنا نتيجة إعلانات إيجابية. إذا نظرنا إلى بيانات شركات أخرى وعملاقة كذلك الأمر مثل أمازون التي فشلت في الريفينيوز تبعها أو العوائد تبعها أنه تحقق النمو المتوقع، طبعا أيضا شركات أخرى أظهرت بعض الضعف نسبيا في مايكروسوفت وألفابت كانوا كمان ضعاف بعملية النمو أو بعملية الإعلانات الأرباح التي أظهروها هي أقل من المتوقع في معظمها. هذا عم يعطينا ضمنيا أنه في عنا صعوبة في الاقتصاد الأمريكي، بدأت الشركات تستشعرها في الآونة الأخيرة، وأعتقد شفنا فيسبوك كيف كان الضغط كبير جدا عليها في الآونة الأخيرة. ما أريد الإشارة إليه أنه الفترة الذهبية التي يعيشها السوق الأمريكي أعتقد بدأنا نصل إلى القمة، وبدأنا نرى بوادر أنه بعد هذه القمة في عنا هبوط متوقع نتيجة أنه عندي سياسة تشديدية، عندي ارتفاع في
تكاليف الاقتراض، عندي مستويات تضخم لا تزال مرتفعه، ذلك سيضغط على الاعمال التجاريه بالفتره القادمه وممكن انه يخفف عنا الزخم بشكل عام، بالتالي اعتقد انه الداو جونز على سبيل المثال مرشح لمزيد من الهبوط، واعتقد هذه هي اعلى مستوياته حاليا لحتى نهايه تعاملات هذا العام. جيد، على ذات الكيو رائد يصطف بنك انجلترا المركزي ايضا الخميس قرار مرتقب، توقعات ب 75 نقطة اساس اخرى لعلها الاعلى في ثلاثة عقود لم تحدث بهذا الشكل، لاي مدى بريطانيا مهيئة لهكذا توجه وما هي الانعكاسات وردود الفعل اذا حدث ذلك؟ ثامن رفع متتالي بالنسبة للمركزي البريطاني، يعني عمليات الرفع المتتالية بالنسبة للبنك المركزي البريطاني، طبعا عملية تجديد السياسة النقدية مطلوبة جدا نتيجة أنه في عنا مستويات تضخم من مرتبتين ببريطانيا تضغط بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت كان في عنا انهيارات حادة في الجنيه الاسترليني في الآونة الأخيرة، تضطر أنه السياسة النقدية تكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه الشمال، وهو مزيد من الارتفاعات على أسعار الفائدة حتى يتم ضغط وخفض مستويات التضخم على الأقل دون مستويات 8%. أعتقد مهمة السياسة النقدية أو البنك المركزي أصبحت يعني أخف نسبيا مع وجود رئيس وزراء لديه خطة مالية أكثر خلينا نقول نضجا من الخطة المالية لتراس التي كانت تتصف بأنه راح يكون فيها تخفيضات كبيرة بالضرائب، بينما هناك خطة مخالفة بعض الشيء انه راح يكون في عندي تخفيض بالانفاق العام، ولكن بنفس الوقت في عندي رفع بالضرائب، هذا يحقق نوعا ما الوفرات الاقتصادية التي تمكن البنك المركزي من عملية تشديد السياسة النقدية دون ان يكون هناك قلق كبير على خطة وعمل الاقتصاد اجمالا، وهنا ذلك سيضغط على الاسعار دون ان يخنق النمو الاقتصادي، لانه في نفس الوقت انه انا ما عندي عملية يعني سياستين متباعدتين نقدية ومالية كلاهما في نفس المجال، تشديد السياسة النقدية والمالية في آن واحد يحدثان. شكرا جزيلا لك رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا.